عمر عزوزي ممثل مغربي اللي ساير هذا المهرجان من 2001 الى يومنا هذا، الله يطول العمر ومازال نسيرو. مهرجان جميل بكل المقاييس، ربح للمغرب، شحال ديال الدول ما يكروش يكون عندهم، لانه كيستقطب كل حاجه عندها علاقه بالثقافه وبالفن وبالسياحه. السينما المغربيه غاديه مزيان، ونتمنوا ان شاء الله يوليو افلام كيدوزوا في الكومبيتيسيون، ونتمو غاديين بشويه بشويه على اين هاد الاختلاط اللي كيكون وهاد اللقاءات اللي كيكونوا بين المنتجين والمخرجين والتقنيين، كيجعلونا ان حتى حنا نقلبوا على روسنا باش نديروا احسن في المستقبل ان شاء الله. الصحه الفنيه كندير المسرح حاليا، كندير المسرح، درت مسرحيه اللي وصلت دابا ل 37 عرض اللي مشينا بها لاوروبا والشرق الاوسط الى اخره، ودابا بادي مسرحيه اخرى على التجنيد الاجباري ان شاء الله، سميتها الكابرا انستيتو.